السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبوكا. النهاردة يا جماعة اشتريت زي ما احنا شايفين سكينة كبة، اهو كبة عتيقة من بتوع زمان القديمة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، تلمت ملهاش الجزء الفوقاني ده اللي بنفكها بيه وبنمسكه ونخرجها كده، بس شغالة. ممكن تدوس على السوسة دي بتخرج معاك، ادي السوسة هنا وادي السوسة هنا. فبعدين اشتريت وقلت طب وليه انا ما سنش دي واشيلها برضو احتياطي، ونتعلم مع بعض طريقة سنها، سن سكينة الكبة. طبعا دي عشان تلمت بقت بتعصر الحاجة، هنشوف دلوقتي طريقة سنها ونشوفها هي الاول بين الفرق بينها وبين الجديدة. بصوا يا جماعة ادي الجديدة اهي، مثلا دي حتة كاوتشاية او كاوتش اهي. بصوا يا جماعة مش عايزة تقطع اهي. بصوا يا جماعة دي القديمة، بينما الجديدة هنشوف كده اهو يا جماعة. بصوا قطعت ازاي معناها كده حامية. احنا النهاردة هنخلي الجديد اللي هي دي القديمة نخليها تسن بإذن الله وبفضل الله بحاجات بسيطة قليلة جدا. طبعا الحكاية دي تنطبق على جميع انواع السكاكين بتاعة الخلاطات والسكاكين بتاعة يعني السكاكين الخاصة بالكبة والخلاطات. هنسنها النهارده يا جماعة زي ما احنا شايفين، ادي ايه شاحن بايظ، ده بايظ. طبعا اول حاجة هنعملها كده يا جماعة، اهو هنعمل تشريط كده لسبب هقوله اهو يا جماعة كده، اي تشريط كده يا جماعة اهو. بعد كده هنجيب ايه فرخ صنفرة، طبعا الحتة دي كلها بعشرة جنيه، دي هتخليها عندك تقعد عندك ايه طول العمر، يعني هتقعد كتير. احنا هناخد حتة صغيرة كده اهو كده يا جماعة اهو اهو كده، اخدنا حتة صغيرة كده يا جماعة. واقول لكم الطريقة الصح لسن اي سكينة كبة او خلاط او ما شابه، يعني اهو كده قصينا الحته دي. طبعا هنشيل الباقي لما كل فتره نرجع نسنها تاني ونسن كمان سكينه الايه سكينه البتاع دوت، يعني السكاكين العاديه كمان اهو. معلش اجيب امير، جبت امير اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين، وادي حته صغيره اهي ما تجيش 3 سم في 6 سم. طبعا هنعمل كده اهو اهو، وهقول لكم نعمل ايه بعد كده اهو يا جماعه كده، ونلزقها في اهو كده ونسيبها تنشف شويه وارجع لكم. زي ما احنا شايفين يا جماعه خلاص اهي، هنمسك السكينه كده يا جماعه زي ما احنا شايفين الشطف اهو، وهنعمل كده للخارج يعني من الداخل كده. بصوا يا جماعه اهو كده اهو، دي صنفرة 360 ناعمة يا جماعة اهو كده ونشوف التانية كده برضو، وهنجربها ونشوف لو محتاجة سن سن تاني او كده، المهم يكون في ايه في مستوى الخارج، او نحطها كده اهو يا جماعه كده وبرضو اهو، المهم يكون السن للخارج اهو. ده 360 اما سن اهو كده يا جماعه اهو،
نشوف كده نجرب بعد الشوية اللي احنا عملناهم دول. اهو يا جماعة مثلا دي كده اهو اهو كده يا جماعة. لا عايزة تاني يا جماعة، اسنها تاني وارجع لكم اهو. اهو كده يا جماعة، يعني 360 200 حاجات زي كده يعني. اهو كده يا جماعة، ونشوف كده تاني. اهي بصوا يا جماعة اتقطعت ازاي، اكمل بقى سني فيها وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة سنتها تاني. على فكرة يا جماعة نخلي بالنا احنا بنسن واحدة نخلي بالنا من التانية، لان اصلا انا عورت نفسي مركز في التصوير فمسكت الحتة الحادة دي فعورتنا هي، فنخلي بالنا احنا ايه من الناحية التانية. اهو كده يا جماعة هنمسكها كده بقى اهو، وادي نمسك دي بسم الله. اهو يا جماعة اهو كده، وادي التانية اهي. طبعا لو احتاجت سن تاني نديها سن تاني لحد من ايه اهو كده يا جماعة اهو اهو. ارجو ان اكون وضحت الفكرة بسهولة يا جماعة، ومش هتكلفك حاجة. هترجع تسن تاني وتشتغل تاني، وما تعصرش مثلا القوطة وتقطع اللحوم او الحاجات اللي ايه محتاجة تقطيع مش عصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.